السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا درس جديد من الكتاب المدرسي ماكسيمات نومبر اون اكريتور فراكسيونير، يعني الاعداد كتابه الكسريه. كنا ديجا شفنا في انشينمون دوبيراسيون لي كالكول سون بارونتيز، لي كالكول ابيك بارونتيز ولا ديستريبيتيفيتي. كنتمنى انكم تكونوا راجعتوهم مزيان وفهمتوهم. دونك الا ما كنتوش فهمتوهم وما كنتوش راجعتوهم، انا غنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون تعاودوا تشوفوهم. دونك نومبر اون ليكريتور فراكسيوني غادي نشوفو فيهم لي كوسيون دو دو نومبر ديسيمو، ايغاليتي دو دو كوسيون، ونشوفو لا كومباريزون دو دو نومبر اون ليكريتور فراكسيونير. دابا غادي نبداو بكوسيون دو دو نومبر ديسيمو، يعني خارج عددين عشريين. دونك سوا ا سوا ا اي بي دو نومبر ديسيمو تيل كو بي ديفيرون دو زيرو، يعني لتكون ا و بي اعداد عشريه ديسيمو عشري، تيل كو بحيث ان بي خصها تكون كتخالف صفر، يعني تيل كو بي تكون كتخالف صفر. مثلا انا عندي جوج على ثلاثة، ديك مثلا جوج على ثلاثة ديك ثلاثة خصها تكون كتخالف صفر، ما تكونش جوج على صفر، دونك ثلاثة تكون كتخالف صفر. دونك لو كوسيون يعني خارج ديال ا بي اي نوتي، يعني ا سور بي، هاد ا سور بي راه سيت نوتاسيون اي تابولي ان اكريتور فراكسيونير. هاد الكتابة هادي ا سور بي راه كنسميوها كتابة كسرية، دونك اون اكريتور فراكسيونير هي كتابة كسرية. دونك لو نومبر ا، هاد لو نومبر ا شنو كنسميوه؟ كنسميوه لو نيميراتور، لو نيميراتور هكا ضربت انا كاع عليه. لو نيميراتور هو البسط. لو نومبر بي ات ابولي لو دينوميناتور، يعني هو المقام، يعني هذا هو المقام. لو كوسيون ا سير بي ات ابولي اون فراكسيون لورسكو ا اي بي سون دي زونتي، يعني الخارج ديال ا على بي كنسميوه اون فراكسيون، يعني كسر، فراكسيون فراكسيون كسر. لورسكو عندما كتكون ا و بي سون دي زونتي، فاش كيكونوا اعداد صحيحه. مثلا انا عطيتكم 5 على 7 راه سي اون فراكسيون، 5 على 7 سي اون فراكسيون. ولكن الا قلت لكم مثلا 3.2 على 1.6 ني با اون فراكسيون مي سي اون اكريتور فراكسيونير. دونك خصنا نديرو لا ديفيرونس اونتر اون فراكسيون و اون اكريتور فراكسيونير. دونك فراكسيون هو كيكون اعداد صحيحه. مثلا عندي 3 على 4، 2 على 6، 8 على 9، هادو اعداد صحيحه، دونك هادو كتسمى اون فراكسيون. ولكن الا قلت لكم فيها الفاصله مثلا 1.2 على 3.2، هادو راه كيتسموا، هادو راه تسمى اون اكريتور فراكسيون. دونك خصنا نديرو لا ديفيرونس ما بين اون فراكسيون و اون اكريتور فراكسيونير. دونك دابا غادي نشوفو ايغاليتي دو دو كوسيون، شوفو التساوي ديال دو كوسيون. ريغل كتقول لنا سوا A et B deux nombres décimaux tels que B est différent de 0. Est-ce que les secondes A ou B عدد عشرية بحيث أن B تكون كتخالف صفر. Le quotient A sur B ne change pas si on multiplie ou si on divise. D'abord, A sur B ما كيتغيرش واخا si on multiplie واخا نضرب أو bien si on divise واخا نقسمو. Le numérateur A et le dénominateur B par le même nombre décimal non nul K. يعني شنو قالوا لنا هنايا؟ هذاك الخارج ما كيتغير، سواء انني كنضرب او لا كنقسم، كنقسم داك الباسط والمقام بنفس لو ميم نومبر، يعني بداك نفس العدد نون نول. اوترومون دي مثلا الا كانت عندي ا سور بي، انا غادي نضربها ا في كا و بي في كا، يعني هذيك ا و بي غنضربها في نفس لو نومبر، في نفس العدد، اولا غنقسم على نفس العدد، يعني ا سور بي اما غنضربها على نفس العدد اولا غنقسمها على نفس العدد. دابا عندنا ا سور بي تساوي لنا هي ايتيغال ا فوا كا اي سور بي فوا كا. ولا بغينا نديرو لا ديفيزيون نديرو ا سور بي ايتيغال ا ديفيزي بار كا و بي ديفيزي بار كا. ولكن راه اما كنضربو اولا كنقسمو par le même nombre. Ah ouais, le même nombre. يعني نفس العدد كنقسمو عليه أو لا كنضربو. Par exemple, هما عطاونا واحد ليكزومبل هنايا 4.1 على 2.5، راه غنضربوها في نفس العدد، يعني 4.1 في 10 و 2.5 في 10، يعني par le même
نومبر، يعني غنضربو في نفس لو نومبر. غنشوفو ليكزومبل الثاني 7.2 على 5.1 غنقسمو باغ لو ميم نومبر. هنا عاد كيكون عندنا لي زيغاليتي دو كوسيون. هنا عاد نقدروا نقولوا ايغاليتي دو دو كوسيون. دونك اننا اما كنقسمو اولا كنضربو في نفس العدد. دونك غادي نشوفو لا كومباريزون دو دو نومبر اون ايكريتور فراكسيونير. غادي نشوفو المقارنه. دونك غادي نشوفو المقارنه. بور كومباري دو نومبر اون ايكريتور فراكسيونير ايون لو ميم دينوميناتور اي سو في دو كومباري لور نيميراتور. دونك بور كومباري باش نقارن دو نومبر عددين اون ايكريتور فراكسيونير ايون لو ميم عندهم نفس المقام اي سو في دو كومباري لور نيميراتور، يعني عندهم نفس المقام يكفي انني نقارن غير البسط. اوترومون دي سي ا est supérieur de B, alors A sur C est supérieur de B sur C avec C est différent de 0. يعني أن هاد السيرسات كتكون كتخالف ليا صفر، هاد السي هادي تكون كتخالف صفر، ما تكونش كتساوي ليا صفر. دونك إلا كان عندهم نفس المقام، ها هو عندي أنا هذا هو نفس المقام، شنو كنقارن؟ كنقارن البسط. يعني مثلا عندي 3 على 4 مع 5 على 4، عندهم في المقام 4 4، إذا شنو كيكفي أنني نقارن البسط؟ مثلا 4 غتكون صغر من 5 مثلا. دونك هذه هي اللي كانت عندهم لو ميم دينوميناتور اي سو في دو كومباري لور نيميراتور. الا عندهم نفس المقام يكفي انني نقارن غير البسط. القاعده الثانيه كتقولنا بور كومباري دو نومبر اون ايكريتور فراكسيونير ايون لو ميم نيميراتور اي سو في دو كومباري لور دينوميناتور. دونك الا كانت عندي، الا بغيت نقارن جوج الاعداد في الكتابه الكسريه ايون لو ميم نيميراتور، عندهم نفس المقام، يعني لو ميم نيميراتور اي سوفي دو كومباري لو دينوميناتور. اوترومون دي سي ا انفيريور دو بي، سي سور ا اي سوبيريور سي سور بي افيك ا ديفيرون دو 0، بي ديفيرون دو 0 اي سي ديفيرون دو 0. هادو كاملين كيخالفوا ليا الصفر. عندك بي تكون كتخالف الصفر و ا كتكون كتخالف الصفر و سي تكون كتخالف الصفر، ما يكونوش كيساوي بينا صفر. اذا الا كان عندهم لو ميم دينوميناتور، عندهم هذاك سي سي كاينه لو ميم، يعني تمايا راه نفس البسط، شنو خصني نقارن المقام؟ المقام هنايا اللي كبيره راه هي اللي صغيره، واللي صغيره راه هي اللي كبيره، فهمتوا؟ بحال مثلا انا عندي 4 على 6 مع 4 على 2، يعني 4 4 فكاينه في البسط، غنقارن المقام. مثلا 6 2 نورمالمون 6 راها صغيره من 2، ولاني فاش غادي نجي نكتب الكسر كامل راه غادي ندير مثلا 4 على 6 اصغر من 4 مثلا على 2 ولا على 3 ولا، واش فهمتوني؟ دونك الا كان عندهم لو ميم نيميراتور، عندهم نفس البسط، راه كنقارن المقام. الا كان سي ا صغر من بي راه غتكون سي على ا كبر من سي على بي. هذه بالنسبه الى كان عندهم الا كان عندهم نفس البسط. كنشوف المقام. دابا غادي نشوفوا بالنسبه للقاعده الثالثه. قال لك بور كومباري دو نومبر اون ايكريتور فراكسيونير نايون ني لو ميم نيميراتور ني لو ميم دينوميناتور اي سو في دو ليكريغ افيك ان ميم دينوميناتور بوي ابليكي لا ريغل. إذا كان عندهم باش نقارن واحد عددين كسري عددين في الكتابة الكسرية، ما عندهمش لو ميم، ما عندهم لا نفس المقام لا نفس البسط، ما عندهمش نفس المقام وما عندهمش نفس البسط، شنو غادي ندير؟ خصني نكتب نردهم في دينوميناتور واحد، يعني نوحد لهم المقام، يعني المقام ديالهم يولي نفس المقام لو ميم دينوميناتور، عادي يمكنني نقارن. اذا ما كانش عندهم نفس المقام راه ما يمكنليش نقارن. عاد داك الساعات كنقارن وكنطبق القاعده الاولى فاش كيكون عندهم لو ميم دينوميناتور. دونك انا خصني نعطيكم مثال في هاد لا كومباريزون دو دو فراكسيون، خصني نعطيكم مثال باش تفهموا كيفاش درنا ليها، كيفاش كنديروا نقارنوا. دونك غناخدو مثال باش نفهمو. كومباريزون دو دو فراكسيون كومبليتي باغ لان دي سامبول، عندنا اكبر او اصغر، يعني اصغر او اكبر. عندنا 14 على 17 نقارنوها مع 16 على 17. اذا فاش غادي نجيو نشوفو المقارنه، غادي نشوفو اولا شنو هو اول حاجه خصني نشوف. خصني نشوف هاد لو
دينوميناتور، نشوف المقام ديالهم. دونك الا كان عندي نفس المقام عاد كنمشي كنشوف البسط. دونك داك الساعات كنشوف البسط، كنشوف شكون كبيره شكون صغيره. دونك عندنا 14 صغر من 16. دونك شنو كاين؟ لي دو فراكسيون اون لو ميم دينوميناتور، يعني عندهم نفس لو دينوميناتور، يعني عندهم نفس المقام. دونك il se fait de comparer les numérateurs، يعني يكفي اننا نقارنوا البسط، يعني خصنا نقارنوا البسط. اون 14 inférieur de 16، دونك غنقولوا 14 sur 17 غتكون inférieur de 16 sur 17. يعني شفنا المقام 17 17 يكفي اننا نقارنوا البسط، يعني 14 صغر من 16 وهي 14 هنا صغر من 16. دونك 14 على 17 غتكون اصغر من 16 على 17. غادي ندوزو للثانيه. عندنا 5 على 3 و 5 على 2. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان عندهم نفس البسط، يعني يكفي انني نقارن المقام، يعني المقام الصغير هو الكبير والمقام الكبير هو الصغير. شنو كاين هادشي؟ يعني لي دو فراكسيون اللي كيكون اون لو ميم، عندهم نفس لو نيميراتور، يعني نفس البسط. شنو قالوا لنا اللي كيكون عنده نفس البسط؟ ان لا فراكسيون كي هي لو بلو بوتي دينوميناتور اي لا بلو غراند، يعني اللي عندها اصغر مقام كتكون هي الكبيره. يعني شنو؟ جوج هنايا، جوج هي اللي عندها اصغر مقام، يعني هي اللي غتكون كبيره. جوج هي اللي كبيره، يعني غنديروا العكس، ثلاثة هي اللي صغيره. غنشدو 5 على 3 غنقولوا صغر من 5 على 2. دونك عندنا الحاله الاولى فاش كيكون عندهم لو ميم دينوميناتور، الحاله الثانيه كيكون عندهم لو ميم نيميراتور. دونك غادي خصنا نقارنوا داك الساعات البسط، واللي عنده البسط صغير، اللي عنده البسط المقام باردو صغير هو الكبير. دابا غنشوفو 5 على 4 و 9 على 8. دونك عندنا 4 من المضاعفات ديال 8، يعني فين غنضرب 4 تعطيني 8؟ نضربها في جوج، يعني نضرب البسط والمقام في جوج باش نحصل على مقام موحد، وداك الساعات عادي يمكن لي ندير لا كومباريزون. دونك غادي نجيو نشوفو هنا كيفاش داروا لها. دونك عندنا لي دو فراكسيون ont le même dénominateur et aussi n'ont pas le même numérateur, on va les écrire avec le même dénominateur. Donc les fractions واحد مضاعف الاخر، وخصنا حنا نبداو يعني مقام موحد، يعني واحد يكون بحال الثاني. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ خصنا نردو يكون عندهم لو ميم دينوميناتور. شنو غادي نديرو؟ عندنا 5 على 4، هي 5 على 4 غادي نضربو 4 في جوج و 5 في جوج، دونك غتعطينا هي 10 على 8. وديك دابا ممكن نقارنو، شنو غنقولو؟ غنقولو عندهم نفس المقام، عندنا 9 على 8 وعندنا 10 على 8. ها هي، دونك عندهم نفس المقام. شنو انا؟ يكفي انني نقارن البسط ديالهم، غادي نقول 9 صغر من 10، اذا دو 9 على 8 غتكون صغر من 5 على 4. عاد كنكتب هذه. غادي نشوفو عاوتاني الثالثة. الثالثة عندهم يعني المقام غير موحد، يعني لي دو ما عندهمش نفس المقام. دونك انا خصني نرد نفس المقام. هنايا اون فابروسيدي دو ميم كون سي مي افيك لي دو فراكسيون. دابا هنايا غادي نديروها في لي في هاد لي جوج فراكسيون، هاد جوج الكسور. عندي 3 على 7، عندنا 3 على 7 وعندنا 6 على 11. يعني بين 7 و 11 خصنا نوحدوا المقام، يعني خصهم يكون عندنا مقام موحد. شنو هو هذا المقام الموحد؟ هو 77، يعني هو 77 المقام الموحد. اذا خصني نضرب 7 نضربها في 11 تعطيني 77، اللي ضربت فيه المقام خصني نضرب فيه البسط، يعني حتى 3 غنضربها في 11 تعطيني 33 على 77. غادي نجيو عاوتاني للثانيه، 6 على 11 شنو غتساوي ليا؟ 11 في 77 تعطينا ماشي 11 في 77 نورمالمون، هي خصها تكون 11 في 7. ما راه دايرين واحد الغلط هنا، هي راه دايرين غلط. دونك هنا 11 في 7 اللي ضربت فيه البسط نضرب فيه المقام. دونك هنا غلط في الكتاب المدرسي، هنا هي راه 11 في 7
وستة في سبعة، دونك كتساوي لنا هي 42 على 77. دابا ها انا فاش وحدت لهم المقام كنرجع للقاعدة الاولى اللي كتقول لي فاش كيكون عندهم نفس المقام كنشوف البسط، يعني كنقارن البسط. داكشي اللي غادي نديرو بويسك 33 انفيريور دو 42، الوغ غتكون عندنا 3 و... يعني غتكون عندنا 33 على 77 صغر من 42 على 77. عاد غادي نقولو دونك 3 على 7 غتكون صغر من 6 على 11، لان عندنا 33 ها هي 33 صغر من 42. اذا 33 على 77 صغر من 42 على 77، هادشي كيعني ان 3 على 7 صغر من 6 على 11. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس. هذا الا كان عندكم شي اسئله ما ترددوش انكم تسولوني في لي كومونتير. هنا غادي يكون سالينا الدرس، نتلاقاو في التمارين باش نزيدو نفهمو اكثر. دونك حنا دابا درنا غير الدرس، شرحنا بعض القواعد، وفي التمارين غادي تفهمو مزيان. نتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله.